لهيب صراع سياسي قد يكون الأقوى والأشد في عملية تشكيل الحكومة من بين كل الحكومات السابقة، فطرف يحاول دفع عجلتها إلى الأمام والمضي بتشكيلها، وطرف يحاول وضع العصي فيها وبالتالي تعطيلها. وما بين اللهيبين مواطن يكتوي بهذه النيران وسط أجواء من الامتعاض والغضب، خصوصا ضد من يسعى لتعطيلها. يعني أنا أعتقد وحسب رأيي أنه من لا زال مصر على حكومة المحاصصة هو لا يريد الخدمة للمواطن العراقي، وإنما يريد فقط مصلحة حزبه وجيبه ومنافعه الخاصة يحافظ عليها أن لا تضيع ولا تذهب سدى. موازنة غائبة ووضع اقتصادي قد ينزلق في أي وقت، وقوانين مهمة تمس حياة المواطن ما زالت معطلة، وجهات سياسية تحاول أن تزيد الطين بلة من خلال تقديم مصالحها على مصالح الوطن والمواطن. الشعب عانى معانا فترة طويلة من الزمن، فالشعب يريد يرتاح، الطبقات الفقيرة تشعر بالأمان وتمارس عملها. موازنة مطلوبة أن تقرها الحكومة. ما بين الشد والجذب في عملية تشكيل الحكومة التي تحاول بعض الجهات عرقلة تمريرها، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر مما يحصل له وعلى كافة الصعود. سيف علي، قناة الفلوجة، بغداد.